هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان. جينا نبارك للحلوين، من زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين، والحبايب مجتمعين. مشاهدي قناتي قناة نيجا تي في، كنتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال في اطار شهيوات رمضانية. اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي خفيفة، وصفة اللي كتوجد في دقائق. كنتمنى الوصفة اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما غاديش نطول عليكم، غنخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. فلتحضير الوصفة ديال اليوم غادي نحتاجو المكونات اللي صراحة بسيطة ومتوفرة في جميع البيوت. كمكون رئيسي غادي نحتاجو الكفتة، الكفتة اللي كيمكن لكم تعوضوها بأي لحم يعني متوفر عندكم، كيمكن لكم تعوضوها كذلك بالصدر ديال الدجاج أو لا بلا داند. غنحتاجو كذلك لواحد القطعة ديال البصلة اللي كتكون مفرومة أو لا مقطوعة قطع صغيرة الحجم. كذلك غادي نحتاجو الفلفلة الخضراء اللي تتكون مقطعة صغيرة، وبطبيعة الحال الفلفلة حمراء. كل هاد المقادير غادي نحتاجو لها توابل اللي هي التومة بودرة اللي كتنسم الخليط ديالنا، غنحتاجو كذلك الابزار، هنا غادي نحتاجو كذلك الشويه ديال البصله يابسه، غنحتاجو الشويه ديال التحميره، وما غاديش نساو بطبيعه الحال زيت الزيتون. كيف كتشوفوا هاد المقادير كاملها غادي نحتاجو لها كذلك هاد الورقه اللي كنحتاجو دائما باش نحضروا الطاكوس، فغادي نعطيهم استعمال اخر. وفي مقلاه اللي كتكون سخونه ضروري كنضيفوا واحد الكميه ديال الزيت، كنضيفوا عليها شويه ديال البصله اللي كنا قطعنا من قبل ووجدنا، كنخليوها حتى كتدبال تماما كيف كتشوفوا. وكنبقاو كنضيفوا عليها باقي العناصر، هنا كنضيفوا عليها الفلفله الحمراء، كذلك الفلفل الخضراء، وكنخليو الكل كيتشحر جيدا. من بعد ما تشحرنا الكل كنضيفوا عليه الكفتة، كنضيفوا عليها كذلك شوية ديال الربيع، وهنا كنبقاو نضيفوا العطرية يعني شوية ديال الملحة، البزار، البصلة اللي كتكون يعني جافة، كذلك كنضيفوا لها باش نسموها شوية ديال التومة اللي كتكون يابسه، فكنضيفوا عليها واحد الكميه قليله كيف كتشوفوا، وبطبيعه الحال الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق. هنا كنضيفوا كميه قليله من التحميره، كنخلطوا الخليط ديالنا جيدا او الحشوة ديالنا جيدا حتى كتندمج العناصر كيف كتشوفوا. ومن بعد يعني في الاخير ديال الوصفة كنضيفوا كمية ديال الربيع باش ما يتحرقش لنا ملي تنكونوا كنشحروا يعني الحشوة ديالنا، وباش نحافظوا على ديك النسمة ديال الربيع. كتشوفوا كإضافة انا ضفت لها شوية ديال الحرور، كيمكن لكم تضيفوه، كيبقى هذا كذلك على حسب الرغبة ديال كل واحد، فانا ضفت كمية قليلة فقط كيف كتشوفوا ديال الحرور. وهنا
هنا غادي ندوزو لطريقه تحضير الخبز ديال التاكوس. لهذا الغرض فانا تقريبا احتاجت واحد الباكيتي ولكن من الحجم اللي تيكون كبير، يعني واحد الباكيتي اللي استعملت في هذه الوصفه ديال اليوم. هنا كناخدو هذا الخبز ديال التاكوس، كناخدو هذا الطابع اللي تيكون يعني متوسط الحجم وكنبقاو كنقطعوه على هذه الطريقه. تكون هذه هي النتيجة النهائية. من بعد ما بردت لنا الحشوة ديالنا تماما كندوزو مباشرة وكنبقاو كنعمرو هاد الدوائر على هاد الشكل. كيف كتشوفوا انا درت الخبز ديال التاكوس، كيمكن لكم كذلك فكرة ديروا مثلا الكريب او لا البريوات، فانا فقط خديت التاكوس لانه صراحة كيعجبو الوليدات. وهنا كنديروا هاد الزلافة على هاد الشكل وكنستمروا حتى كنكملوا يعني الطبق ديالنا كامل. الان بعد ما كملت الطبق ديالي كيف كتشوفوا، كاضافه غادي نضيف ليه واحد الكميه ديال الفرماج من الفوق. كاضافه كذلك يمكن لكم ديروا القشده الطريه يعني الخاصه للطبخ قبل ما ديروا الفرماج. انا ما درتهاش، انا اكتفيت فقط بالفرماج. كيف كيمكن لكم كذلك ديروا واحد الرشيشه ديال الزعتر، فكيجي المذاق ديالها مذاق لذيذ جدا. فانا اكتفيت فقط بالفرماج لانه يعني كيبقى صحي اكثر وباش نتفاداو كذلك الدهنيه. فكنواصل حتى كنكمل على هذا الشكل، ومباشره من بعد ما كنكملوا يعني الطبق ديالنا كنحيدوا هذا الزلافه من الوسط او لهذا البناء من الوسط وكنديه مباشره للفران باش نطيبو. للاشاره كنت قلت لكم كيمكن لكم ترشوا عليه واحد شويه ديال الزعتر فكذلك يعطيه واحد المذاق اللي هو مميز. وبطبيعه الحال الفرن اللي كيكون يعني على درجه حراره يعني معتدله، ما كنسخنوش الفرن بزاف، كنخليه مده ديال 10 ديال الدقائق فقط كيذوب الفرماج، وكتكون هذه هي النتيجه النهائية. يعني الفرماج يكون محمر وكذلك هذا الخبز ديال التاكوس كذلك تيكون محمر. هنا كنحضروا في طبق التقديم، كنرافقوا بشوية ديال لاصوص اللي كتبقى على حسب الاختيار وعلى حسب الذوق. يمكن لكم كذلك تقدموه مع شوية ديال الفريت. وهنا غادي نوريكم الشكل ديال التاكوس ديالنا كيف كيجي، فكيجي الصراحة لذيذ جدا، وداك المذاق ديال الفرماج مع الزعتر فتيعطيه واحد النسمة تقريبا بحال ديال البيتزا.
بهذا الفيديو ديال اليوم وصل النهاية ديالو. أشكر لكم حسن المتابعة. كانت هذه وصفة خفيفة كتوجد في دقائق، كانت اقتراح يعني لتقديم وجبة في رمضان. كنتمنى الوجبة ديال اليوم تنال إعجاب ديالكم. دائما كيف كنقول لكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.